نروح لأرض ملعب استاد القاهرة وزميلنا شريف شعبان مع مدير الكرة في النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيظ، نشوف هيقول لنا إيه عن هذه المباراة. اتفضل يا شريف. من جديد بجد تحيه كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان بعد الفوز الغالي النهارده باغلى 3 نقاط على فريق حرس الحدود العنيد جدا معي مدير الكره الكوف الكبير كابتن سيد عبد الحفيظ. بقول لك مليون مبروك، 3 نقاط غاليه، ماتش رخم قوي قوي، بس الحمد لله الهدف نسى كل الاحداث اللي كانت طول المباراه والزهق اللي يعني مش عاوز اتكلم على التحكيم ماليش علاقه بيه. عموما يعني مليون مبروك، 3 نقاط، مباراه صعبه جدا. الحمد لله طبعا عارفين من قبل اللقاء ان احنا هنقابل الكابتن طارق العشري واحد من طبعا المدربين على مستوى عالي جدا جدا، لكن اسلوب اللعب طبعا احنا عارفينه، يعني هيبقى في تكتل دفاعي بشكل رهيب جدا، لو ما اتحلتش في البدايه ممكن الامور تتصعب. كانت احدى الحلول الرئيسيه والاساسيه في التكتل الدفاعي دوت هي عمليه التصويب والشوط، يعني عمرو السوليه جرب بشكل كويس الحمد لله رب العالمين، يعني كان جول غالي جدا مع فرقه عنيده زي ما انت ذكرت. يعني سرعية درجة حرارة 39 وبيلعب وراجل ما شاء الله. انا بحييه جدا، يمكن على الفطار النهارده كان الامور كانت صعبة شوية، يعني كان في كلام ما بيني وما بين فايلر والراجل جابه وساله قبل الغداء وقبل المحاضرة كمان اكد عليه، فروح عمر كانت عالية جدا. يعني في سؤال محرج اساله لك ولا بلاش؟ ليه؟ بص يا كابتن، السوشيال ميديا وناس وكلام واعراض وناس خارجه وناس داخله واسامي بتتقال، واحنا برضو عاوزين المصداقيه، قناه النادي الاهلي، قناه نادينا وجمهور النادي الاهلي عاوز يعرف الخبر فين، الحقيقه فين، فلان طالع وفلان جاي وفي اعراض، الحقيقه فين يا كابتن سيد؟ اعراض بره يعني في شهر؟ لا يعني لحد دلوقتي يمكن الصفقتين اللي نتكلم عليهم او جبنا واحد منهم اللي هو كهرباء، خلاص يعني ان شاء الله الرحمن يكون عامل مؤثر جدا و اساسي ورئيسي معانا ان شاء الرحمن، فاضل لنا صفقه ان شاء الله. يعني فيما لو انت قصدك السؤال لمين اللي طالع بقى عندك، يعني اعتقد ان الراجل لسه ما حطش الاسماء اللي ممكن تكون خارجه، لسه عندنا اسبوعين من دلوقتي، النهارده انت بتتكلم شهر ديسمبر، لسه قدامنا شهر ونص مش اسبوعين كمان يعني، فلسه بتتكلم في لحد اخر يناير يعني، بس فما عنديش حاجه اقدر اقولها غير كده لان الراجل ما قالش حد اسم بعين. يعني الاسماء اللي بتطرح في السوشيال ميديا دي كلها اسماء وهميه، وانتوا اصلا كجهاز لسه ما اتفقتوش ولسه ما قلتوش. يعني لا يعني ممكن عشان نقطع الشك باليقين، يعني لو انت بتتكلم ان في ناس بتقول لك يعني في ناس بتتفاوض مع لعيبه عندنا، اعتقد ان الامر بالنسبه لنا ما بيبقاش له اي اساس من الاهميه اساسا، يعني يعني لعيبتنا بنحبها وبنحترمها وبنقدرها، حتى لو في اي نوع من يعني الحسابات الفنيه اللي ممكن ما يكونش متواجد في فتره من الفترات، بنجيب اللاعب وبنقدره وبنحترمه وبنتكلم معاه، ورغبته في النهايه هي اللي بتمشي يعني. اما فيما يخص ان في واحد مثلا ممكن يمشي، يعني ممكن هيمشي من غير رغبتنا او من غير يعني، واقول لك سيبني فري لاخر يعني، من غير رغبتنا ومن غير علمنا، ان احنا يعني احنا مش من الناس اللي ما بتديش للناس حقوقها، لا حقك بتاخده ثالث ومثلث، ال 25% البدايه والاقساط الشهريه ونسبه المشاركه، ولا بنغير في عقود الناس عشان الناس تشتكينا او تهرب من عندنا يعني، فما فيش حد يقدر يهرب من عندك لان انت ملتزم ماديا معاه، ما بتغيرش في العقود بعد ما الراجل بيمضي او حتى في فتره هو مضى وانتهت بقى لها شهرين ثلاثه، مش احنا ده يعني. فلو في رغبه لاي حد احنا بنتكلم معاه وبنحقق له رغبته ما فيش مشكله اطلاقا، لكن في الاطار الفني في الاطار التعاقدي لا، احنا ما بنغلطش الغلطه ديت، ما بنغلطش يعني، ما بنديش بندي للناس مستحقاتها، ما بنستناش حد يشتكينا او حد يشتكي مننا او حد يتكلم علينا نص كلمه في الامور الماديه يعني، او بنغير في العقود بعد الناس ما بتمضي او بعد الناس قبل ما بتمضي بنغير من العقود او بنسلم حاجات في اتحاد الكوره على غير رغبه او علم اللاعبين، مش احنا النادي ده. الفرقه ولا لسه سايبها مش قافل عليها؟ لا الحمد لله، يمكن الفرقه ماشيه بشكل كويس قوي الحمد لله، الامور الفنيه كويسه، لكن زي ما انا قلت 6 أسابيع بس هي اللي فاتت من عمر المسابقه، النهارده الحمد لله رب العالمين يعني كابتن ابراهيم نور الدين الحمد لله على السلامه، الحمد لله يعني بقى له فتره طويله جدا الحقيقه، يعني مش عايز اقول غير ان الامور تنشنه، يمكن ما فيش حاجات مؤثره بشكل كبير قوي، لكن معلش يعني هو برضو الراجل الحمد لله على السلامه يعني بقى له 14 اسبوع، اتمنى بقى اشوف كابتن جهاد جريشه ده يعني بقى له 4 سنين ما شفتوش في فرق معينه يعني، كابتن ياسر محمود الراجل اساسا خدها من اسرها وبطل يعني، فالحمد لله طبعا الحمد لله على السلامه كابتن ابراهيم، اتمنى اشوف كابتن جهاد جريش، اتمنى اشوف الناس اللي هي ممكن تكون ولو ان ما فيش اخطاء دلوقتي كل اخطاء الناحيه الثانيه، بالتوفيق ان شاء الله. اسماعيلي يوم الخميس ما فيش اجازات،
ما فيش اجازات عندنا بكره تمرين الصبح ان شاء الرحمن. مباراه صعبه جدا، فريق الاسماعيلي فرقه محترمه عندها اسم كبير، عندها شخصيه فرقه بتعرف تلعب بشكل كويس قوي، هنحترمها ونقدرها. ارجو ان يبقى برضو العامل التحكيمي مهم جدا في المباراه، ارجو كده بقولها من دلوقتي. يمكن كابتن جمال الغندور انا ليه عتاب عليه كبير جدا، يمكن حتى لما اتسال في مباراه النجم الساحلي وباندو بتاع بتسوانا قال لك انا ما شفتش اللعبه خالص وكنت مسافر. يعني اعتقد ان دي حاجه تخص فرقه من بلدك حتى لو انت مش رئيس لجنه الحكام، يعني اعتقد من باب الفضول حتى، يعني ان انت تشوف حاجه اثارت الجدل الافريقي والعربي وكل الانديه العالميه يعني. فرئيس لجنه الحكام المصريه لما يتسال السؤال ده يقول لك انا ما شفتهاش يعني. طب في حاجات في مصر حضرتك شفتها ولا لا؟ في حاجات كتير قوي بتحصل في الاسابيع الاولى يعني. اتمنى يا رب ان يبقى زي ما النادي الاهلي بيشارك في افريقيا، زي ما الزمالك بيشارك في افريقيا، اي حد موجود في المنظومه الرياضيه اللي احنا فيها في الوقت الحالي لازم من باب الفضول حتى ان هو يتابع يعني، وخصوصا كله في مجاله يعني. لكن لما تسال السؤال ده على اكبر نادي في مصر واكبر نادي في القاره الافريقيه ويكون في جدل تحكيمي بالشكل ده وانا رئيس لجنه الحكام، فلما تسال اقول انا ما تابعتش المباراه، اعتقد ان دي حاجه مش لطيفه يعني. عايزين نقفل اكتر على حساب كتير ولا حاجه؟ على يقفل على الفرقه اكتر عشان حد يطير؟ لا الحمد لله على كل شيء يعني، خلينا بس نركز في طريقنا احنا وسكتنا. مشوار السنه اللي فاتت او طريقه السنه اللي فاتت ديت ما اعتقدش انها في صالحنا ابدا يعني، ولا هنتجر ليها، لان احنا امورنا مستقره السنه دي بشكل كويس جدا السنه دي يعني. يعني ممكن يبقى في كلام في الهدف منه حاجات معينه يعني، ده مش في صالحنا، ولا نتجر لاسلوب خارج الملعب، لان احنا الاقوى واحنا الاحسن واحنا الافضل، لكن في نفس الوقت محتاج التركيز، محتاج الشغل، محتاج العمل، محتاج الاجتهاد يعني. مبروك. شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع طبعا مدير الكره الكوف الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي وضح لنا امور كثيره جدا تخص فريق النادي الاهلي. ثلاث نقاط غاليه، مليون مبروك كابتن اسلام لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عوده ليك من جديد كابتن اسلام، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان.